السلام عليكم. الخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة، الفيديو الموثق المتواجد على اليوتيوب بغزارة، رفضت الزواج منه فاستأجر 40 رجلا وخطفها، والجيران يوثقون الواقعة بالتصوير. الموضوع ده اللي تحديدا حصل في الهند، ما حصلش في دولة عربية ولا حصل في مصر، ممكن حصل في مصر ولكن بطرق تاني دبحة على طول، وحصلت برضو في ليبيا وحصلت في كذا بلد عربية، بسبب ان البنت كانت بترفض الزواج باحد الاشخاص فبيعمل مصيبة او كارثة معينة. الموضوع ده تحديدا حصل في الهند. البنت اللي عندها 24 سنة شغالة طبيبة اسنان، كان في واحد دايما جيرانها على طول بيتعقبها في الطلعة والخارجة، لغاية لما طلب منها الجواز ورفضته تماما. ميشالي اسمها كده، اللي رفضت الزواج منه وقالت له مش هتجوزك، دخل للأب أكتر من مرة رفض الموضوع تماما. بعدها على طول خرج الشخص ده وعرف إن البنت دي أو الدكتورة ميشالي هتتجوز واحد تاني غيره. بعدها على طول لم أكتر من 40 واحد من البلطجية راحوا على بيت البنت دي أو الدكتورة ميشالي وضربوا أبوها وضربوا الناس كلها المتواجدين أثناء الخطوبة بتاعتها في الوقت ده، وخطفوها وأخدوها. ولكن برضو قدرت الشرطة ان هي توصل في وقت معين، لغاية لما الناس دي سابوا البنت دي او سابوا الدكتورة ميشالي وهي مضروبة ومجروحة ومطعونة اكتر من طعنة. بعدها على طول الشرطة قدرت او الشرطة الهندية قدرت ان هي تقبض على اكتر من 18 او 19 واحد، والباقي كله جري. الفيديو ده موثق وموجود على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الاخيرة بغزارة، والموضوع بقى شبه رأي عام في الدول الأجنبية كلها، وخصوصا كمان أن الدكتورة دي أو أن البنت دي أو اللي اسمها ميشالي دي أو ميشالي دي عندها 24 سنة شغالة طبيبة أسنان. بعدها على طول طلعت وسائل التواصل الاجتماعي منزلة الفيديو، وبدأت أو بدأ رواد التواصل الاجتماعي يصبوا غضبهم كله على الأشخاص اللي بالمنظر ده، اللي هم بيبقوا عايزين يتجوزوا شخصية معينة وبعدها على طول الشخصية بترفضهم، بعدها بتحصل حالات التحرش أو حالات القتل أو حالات الخطف زي ما احنا شفناها. رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ وخصوصا لو واحدة بنت أو واحدة ست رفضت شخص معين مش عايزاه، ولكن الشخص ده كان متسلط أكتر وأكتر وأكتر وكل شوية بيضايقها في الرايحة وفي الجاية، رأيكم في الشخص ده ايه؟ ونقول عليه ايه؟ هل واحد زي كده اترفض من واحدة بنت يبقى عنده كرامة لو بعدها على طول راح لها او اذاها، ولا المفروض ان الرجولة ان واحدة مش راضية بيك تقعد في حال سبيلك وما تتكلمش ولا ما تنطق وتحط بلاستر على بقك وما تتكلمش نص كلمة؟ انا بشوف في اليومين الاخرى ان الموضوع زاد عن حده، وخصوصا البنات الصغيرة والبنات اللي هي برضو مقبلة على الجواز، وحتى والله في سيدات متزوجات بيحصل لها نفس الليلة دي كلها، بتلاقي واحد واثنين وثلاثة عايزين يكلموهم، لما بيرفضوا الموضوع بتحصل بعدها الجرائم والتحرش ومية النار اللي بتتكب على الوش والأذية المباشرة للبنات دي. نقول على الرجالة اللي زي كده ايه؟ عفوا لو قلنا كلمة رجالة، ولكن هنقول على المواضيع اللي زي كده ايه؟ والأحكام القانونية اللي المفروض ما تتأخرش في حاجة زي كده ايه؟ نقول ايه وتعليقاتكم اللي هنستناها منتظرينها ايه في الموضوع ده تحديدا؟ السلام عليكم.